مين لا ما كاين البركه لا والو بركه عبد الله سبحانه وتعالى. يعني انت كامل تخربي داكشي كلشي هذا تيبيدع كله. انت ملي كتجي هنايا اش كتقضي اش كتقضي؟ انا جيت نتقدى الدجاج تما تشوفو ما جايش على قبل الموسم صراحه هي هذه. يعني انت كتقضي الدجاج كله؟ اه جاي نتقدى الدجاج يوم ثلاث ما في راسي كاع الموسم حتى شد الناس الزحام وبقيت الزحام وانا نهود ديما كتجي. عاودي لينا ملي كتجي هنا الموسم خويا كنجي كنشوف هادشي هادي كنبقى نشوف ما حتى شي حاجه ما كتعجبني هادشي اللي كاين هنايا لا هاد البدعة ديالهم ولا هاد الشيء كلشي ما خربيق ماشي تخربيق صراحة دابا هادية ماشي تخربيق ملي كتقول تا البركة ماشي راه هادية ملي كيشدو شي فلوس ولا شي حاجة يقول هادية ما كيقولوش ما كيقولوش هادوك ماشي بحال هاد هادوك برانيين برانيين انا بحالي اصلي بحالي اه اصلي بحالي احنا ملي كيشدو شي حاجة شي فلوس ولا كيعطو هادية وحنا حنا كنعطو هادية سنين هادية هي القرعة نعطي القرعة نعطي الحلوى فهمتي هادشي اللي كاين اما باش اشهر لك نتايا بحال واحد كيشد السكر كيهرسو وكيبدا يقول بان البركة وداكشي لا كيعطيها حلاوة كيعطيها الحلاوة كيعطيها هادية لا ولا كيشد فيها كريم لا دابا عوض ما يعطيش هادية كيبان ليه السكر كيعطيه ليه فهمتي لا راه كاين اللي كيشد كيقول ليه كيعطيه كيقول هادية ما كيقولش هذا هذه هي كتاب الله سبحانه وتعالى كيقول انا عاد فهمتيني ما كيقولش انا بحالي واش فينا واحد السيد كاع السكر هذا الصباح كيقول لهم انا بحالي هذاك ماشي بحالي هذاك ماشي بحالي والبحيرات راه ما كيشدوش الفلوس انا بحالي انا بحالي ما كنشدش الفلوس والبحيرات الاصليين ما كيشدوش الفلوس حنا الفلوس لا بخيرنا يعني الحمد لله حنا بخيرنا الفلوس الحمد لله كل من الناس عليهم ما كاينش واحد باقي حنا في البحيرات الناس اللي كيديروا هذه الممارسه شنو تقول لهم الله يهديهم الله يهديهم اش نقولوا الله يهدي الجميع هادشي كانت العاده من قبل ماشي حنا فهمتي انتوما ضد هادشي حنا ضد هادشي ولكن هاد الناس اللي كيلوحوا براسهم هما داكشي هذا حنا ضد هادشي وهادشي كانت من العاده من ولاو التليفونات وداكشي شرك بالله ها شرك بالله شرك بالله وطابق معايا